سنتين كنا بنحتفل بتلاحم الورق، كنا مخطئين اننا استعجلنا الاحتفال لان الثوره ما كانتش حققت حاجه. جايين النهارده نقول ان اهداف الثوره اللي حققناها على 25 يناير لسه نفس الاهداف قدامنا دلوقتي، ولفت نفس الشعار الشعب يريد اسقاط النظام قدامنا دلوقتي، وجايين نقول اننا مستمرين في الشارع لحد ما نحقق الشعب يريد اسقاط النظام اللي قلناها، ولحد ما نحقق العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه مهما كانت السلطه الحاكمه فاشيه ومستبده ومجرمه وقاتله. الثوره بجماهيريتها وبان الناس تنضم ليها، اصحاب المصلحه الفقراء والغلابه والعمال والفلاحين والموظفين، اكيد هتنتصر في النهايه لان الشعب هو اللي على حق والحق لازم ينتصر. الثوره رغم اننا طبعا بنتالم باي نقطه دم تنزل من مصري سواء مصاب او شهيد، لكن في النهايه احنا مؤمنين ومقتنعين ان الثوره والحريه شجره ما بتترويش الا بالدم، فللاسف مضطرين كلنا نبذل دمنا ليها، لان من غير ما احنا نبذل دمنا للشجره دي مش هترتوي، وبالتالي مش هتثمر ثمره الحريه اللي كلنا وكلنا بنحارب عشانها وكلنا في الشارع بقالنا سنين عشانها. عشان كده صحيح الدم ده غالي قوي، لكن الحريه تستاهل اننا نبذل دمنا وحياتنا عشانها. وفي نفس الوقت الدم ده هو اللي هيبقى لعنه على السلطه اللي بتسفكه وبتهدره كل ساعه، وهو ده اللي هيكون السبب الرئيسي في الاسقاط. انا ما اعرفش حاجه اسمها اجابه الانقاذ الحقيقه، الثوره ما فيهاش حاجه اسمها اجابه انقاذ، الثوره فيها شباب في الشارع بيناضلوا وبيموتوا وبيتصابوا وطول الوقت قاعدين عشان يكملوا اهداف ثورتهم. جابت الانقاذ دي جابه سياسيه، وانا الحقيقه مش بتاع سياسه، ماليش فيها.